ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ صباح الخير. رمضان خلاص، يعني النهاردة اخر يوم رمضان بإذن الله، وبكرة ان شاء الله اول يوم العيد. فكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. انا استحميت حماية العيد امبارح، غسلت شعري ودلوقتي هعمل غسلة اللي انتم شايفينها ديت، فهوريكم انا بعمل غسلة ازاي. بس وتعالوا بقى نقضي مع بعض اخر يوم رمضان ان شاء الله. بكرة ان شاء الله صلاة العيد هتبقى الساعة 8:30، وعلشان العيد في ورقة كده احنا بنقدمها علشان يعني ان احنا هناخد اجازة، فدي حاجة كويسة. في كده زي اللي هو المقر الاسلامي اللي موجود هنا في كوريا، اعمل ورقة مخصوص اعمل ورقة مخصوص علشان الناس المسلمة اللي هنا تقدر تاخد اجازة، وهم عندهم الاجازة يومين للعيد بس. بس انا هاخد يوم واحد بس عشان انا مش عايزة حاجات تفوتني كتير في الدراسة، عشان هم طبعا هيبقوا بيدرسوا عادي. كل سنة وانتم طيبين. ده الغسيل اللي انا هعمله. انا ببقى مقسمه الغسيل والشرابات ببقى حطها كده في كيس. استنى هوريكم. اهو الشرابات بحطها في كيس كده علشان في شرابات كتير ضاعت في الغساله، الفرد بتاعت الشرابات ضاعت في الغساله. الغساله بفلوس بتشانون، يعني ب1000 ون او ب500 يعني. بس ف دي الفلوس، وكمان انا دول اخر فكه معايا، فهنزل افك ديت واوريكم. احنا عندنا مكنه كده بندخل فيها الفلوس وتفك، بس انا اول مره هستخدمها فقلت استخدمها معاكم. هي دي الاوضه اللي احنا بنغسل فيها. هنا لو عايزين تغسلوا اي حاجه على ايديكم، وانا هغسل هنا على ايديا عشان الغسالات مش بتنضف قوي. وبعد كده بنحط الفلوس هنا، يا اما كوينز يا اما بنحط فلوس ورق برضو 1000 ون. بس فانا بقى هنزل افك عشان اوريكم. دول غسالات، ودولت الاثنين دولت درايرز. بس انا عندي منشر يعني، فمش بستخدم الدراير، بستخدم الدراير لما اكون هغسل اللحاف مثلا او حاجه عايزاها تنشف بسرعه. هي دي الماشين اللي احنا المفروض نحط فيها الفلوس وتطلع لنا كوينز. فانا هجرب يعني، غالبا هحط الفلوس انا وهينزل الكوينز من هنا. يا رب يعني ما يسحبوش الفلوس بتاعتي وما يدونيش الفلوس. دي كده بس. مفيش فكة ل10,000، فهضطر افك ال10,000 الاول، وبعد كده بقى هبقى اخد فكة من تحت. بس يعني ما كنت، لو انا هعمل كده اساسا كنت اروح اشتري حاجة وخلاص يعني. يلا بقى نبتدي رحلة العذاب بتاعة الغسيل. انا غرقت الدنيا بس عادي. حط بقى الفلوس. نشرت الغسيل خلاص، ودلوقتي بقى هنزل اروح اذاكر عشان بكره ان شاء الله هضيعه عشان العيد. فالمفروض انزل اذاكر عشان الامتحان. النهارده اول يوم يشيلوا القانون اللي هو بتاع الناس لازم تلبس الكمامه حتى في الشارع، فانا سعيده جدا بالموضوع. فما دلوقتي الناس مش بتلبس كمامه في الشارع بس في الاماكن المقفوله. بس انا مش عارفه لو الكوريين فعلا هيقلعوها يعني، علشان هم اساسا بيخافوا قوي. هينزل نشوف. الجو النهارده حلو قوي، بصوا السما. بجد الجو حلو قوي. بصوا انا حزينه جدا ان انا رايحه اذاكر في كافيه بجد. انا لحد دلوقتي ما شفتش غير، بغض النظر انا كمان لابساها يعني، ما شفتش غير شخص واحد بس اللي مشي من غير كمامه في الشارع. بجد والله بيحبوا يقيدوا نفسهم زي عينيهم، هما خايفين قوي عامة يعني. بس فعشان كده شفت واحدة كمان قلعاه. يا جدعان هبقى نعدهم مع بعض يعني، من 1,000,000 بني ادم في 2. لو عايزين النسخة الأصلية من الفيديو دوت ونذاكر مع بعض والدور الحقيقي، هسيبلكوا لينك الشانل التانية في
description. ممكن نذاكر مع بعض. انا خرجت من الكافيه وانا قعدت اهبل، ما اكلتش اكل حقيقي يعني. بعد ما شربت حاجه في الكافيه جبت ايس كريم احتفالا بالعيد بقى وكده، بس انا عندي بواقي فراخ من امبارح فراح اكلها في البيت باذن الله. الموضوع غريب جدا لان مفيش اي مظاهر احتفال باي شكل من الاشكال، فعادي جدا ولا كان في رمضان ولا كان في عيد ولا اي حاجه خالص. فبجد التجربه مختلفه جدا يعني. دي حاجات مثلا لما انا كنت موجوده في مصر دي حاجه انا ما كنتش حاسه بقيمتها، او ديت حاجه كانت بالنسبه لي مسلمات. لكن دلوقتي فكره ان انا مثلا في مكان ما عندوش اي فكره عن حاجه مهمه قوي كده بالنسبه لنا موضوع غريب جدا بجد. او ان هي حاجه مهمه قوي كده والناس ديت مش مدركه ان هي موجوده، طب ازاي؟ طيب فاهمين قصدي؟ هم طبعا مش مدركين دوت لان هم اساسا ما فيش هنا مسلمين تقريبا غير حبه صغيرين جدا، لكن يعني برضو ازاي بس. فدي كانت حاجه بعيده عن استيعابي، فدي حاجه جديده انا بعيشها دلوقتي. فكره ان هي حاجه الحاجات المهمه بالنسبه لنا مش شرط خالص تبقى مهمه بالنسبه للناس التانية. ممكن تكون في احداث كبيره بتحصل في حته وما بتحصلش خالص هنا ولا الهوا يعني، على كل حاجه بقى، ما اقصدش بس على الاعياد او الحاجات اللي ليها علاقه بالحاجات الدينيه بس. ف ده لبس العيد الساعة 7 واحنا متأخرين احنا الباص بتاعنا ده الحمد لله لحقنا الحمد لله اهو. احنا وصلنا بس احنا مستنيين الاشاره. يلا هو الجامعه هنا في حته اهو هو ده
على قد ما كانت التكبيرات بجد مختلفة من التكبيرات بتاعة صلاة العيد في مصر، لأنه برضو كان لسه في الشعور دوت اللي هو كان في حاجة مريحة نفسيا جدا. انتي بتصوري فيديو؟ بصور اصبري طيب اما افتح الحاجات وبعد كده ايه ده ايه ده؟ ازاي معايا؟ لا مش مصدقة نفسي. شفتي؟ جبت الحاجات دي منين؟ شفتهم اتصرفت. تعالي بقى ودي بقى نازل عن نهى وزعت وخليت وعيد. ده الجماعة هو اللي ده هولنا. ده طلع شربات باللبن بعد ما سألت الناس ده ايه البلالين اللي نهى جايباها ده. No, I was taking a video. Ah, okay. Like. I will kill you. Like. Okay. Oh my god. Olivia, what are you doing? علشان مربع. شكله حلوة قوي بجد. انا مش عارفه ان انت بتقولي ده صح ولا لا، بس ماشي. هي الرؤى الخشب الكتيره دي. Who are you؟ كنت بصور برضه ستايل بداية صحية. بحاول بعد كده في تيشي بسيكو. حلو الورد ده. نوها برضه اللي عايزين اصور. طريق حلو قوي فعلا. والبحر هناك اهو. هو ده اللي احنا رايحينه صح؟ صوت بجد دول مرسومين بالايد. وهنا في المطره شكلهم حلو قوي. في تنين هنا تقريبا حاجه بيطلعوها من البحر ممكن برضو. هي مرسم بس هي كلها فيها التنين. وحتى هنا برضو في تنين. هي دي البتاع اللي احنا رايحينها. هبقى اوريكوا دي. ودي دي باور الدراجون. بتجري ليه انا؟ هي دي اللي بقولك عليها. بصي الصخور اللي تحت دي لو اتصورتي عندها اصلا. تتنطط ازاي؟ خالص. ده المنظر اللي كان مرسوم، كان هو دوت البيت وكانوا هنا عاملين التنين. بص لون المية بجد. بدأتي؟
احساسي وانا في المكان ده بجد ما كانش طبيعي. كل حاجه كانت خياليه، كل حاجه كانت سحريه بجد. المياه كان لونها بجد مش طبيعي، كان لونها وهمي. انا اول مره اشوف مياه لونها عامل كده، مع الصخور، مع الشكل الكوري القديم، مع الذخيره اللي كانت موجوده، مع الجو، مع الشمس، مع الطيور، مع الجسر اللي بيتحرك مع حركه رجلين الناس. بجد كل حاجه كان ليها احساس مختلف جدا. وفكره كمان ان كل ده في العيد خلى الموضوع احلى بكتير. وفي المكان ده صدقت ان مفيش حاجه اسمها ان انا شفت الحاجه لو انا شفتها من زاويه واحده بس. كل حاجه لازم نشوفها من زوايا كتير قوي عشان نقول ان احنا في الاخر شفناها، عشان من كل زاويه كانها حاجه مختلفه تماما عن اللي قبلها. انا كنت حاسه ان هو دوت المكان اللي انا عايزه اعيش فيه للابد، مش عايز اي حاجه تانية، عايز اعيش هناك بس للابد. هسيبكم شويه مع تكبيرات العيد علشان انا حاسه ان الدمج ما بين الاثنين حاجه عظيمه جدا. المكان اللي انا فيه له ثقافه مختلفه تماما وثقافتنا احنا. شغالة عيلة العيد؟ انا فرحانة انك فرحانة والله. احساس الكوبري وهو بيتحرك عظيم بجد. هو ده كوبري ده ولا ده جسر ده؟ يا جماعه لازم تروحوا لما تحسوا ان انتوا فاضيين كده. حد معاه فلوس ممكن ياخدني معاه عادي يعني. لما تحسوا ان انتوا فاضيين ممكن تروحوا سويسرا عادي تبصوا على الكوبري. طبعا بصوا بجد الجسر ده كانه فاصل ما بين عالمين. بصوا الناحيه دي عامله ازاي، مفتوحه بقى البحر جنب، وبعد كده الناحيه الثانيه بصوا عامله ازاي. الموضوع غريب جدا، حتى لون المايه بيتغير. هم عندهم حاجات كتير مش موجودة هنا. مشغلين تكبيرات العيد وانا سعيدة جدا بجد. شاي بلبن، بسكوت اللي انا جايباه، شاي بلبن. احنا قعدنا ساعتين في المطعم حرفيا. هنمشي بقى.
اتفضلي ماشي يلا. ده المطعم من بره، كنت جعانه قوي ان انا اصوره لكم قبل ما ندخل. الستاره اللي مخطوطه شكلها جامد قوي. شكلها حلو قوي بجد. احنا طلعنا هو بارك. المفروض دي خريطه اللي ده بيعالج ايه، يعني كل حته هنا في الرجل الحته اللي بتعالجها، يعني مثلا الحته دي مسؤوله عن العيون، والحته دي مسؤوله عن المناخير، الحته دي الحاجات اللي انا فاهمها. مش فاهم اي حاجه تانية. مهم يعني ان كل حته من دولت مسؤوله على حاجه، فانت بقى بتمشوا على ده. ما هي رجلي بتنمل، بس بعد كده يعني اللي هو ايه، بعد كده لما بتخرجي بقى وتمشي بره كده على الارض بتحسي بقى بحاجه حلوه. احنا اكيد ما احنا اكيد اتعالجنا صح. ظهرت بالفيديو تاني، ظهرت انا ماشيه بعمل المساج لرجلي. شايفين يا جماعه دي الطريقه الحديثه لعلاج ال، والله فعلا والله. نهى اتصاحبت على الاطفال الكورية وما تكلمهم. ده قطر قديم غالبا او حاجة زي كده، هما كاتبين طبعا عليه حاجات بالكوري انا مش فاهمها. دي الكابينة بتاعت السواق بتاعت القطر. فكرة هننزل ازاي كده؟ عملية انتحارية يا جماعة، روان بتحاول تطلع فوق القطر. تعملي ايه؟ واحنا دلوقتي بنحاول ارجعي يا روان. احنا قعدنا هنا لحد ما الدنيا ليلت، وهنروح بقى نركب البوز دلوقتي عشان نروح بقى. كل سنة وانتي طيبة يا نهى. طيبة.